السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، جينا نشاركوا معنا هذه التجربة هذه ديال تسميد الأزولا. أحسن تسميد هذا، أحسن طريقة هذه. هذا مزير ديال الدجاج، ديال الدجاج الرومي، ديال العلف ديال الدجاج. كنديرو أنا في هاد الشكل كالخنشة هذه، وكنحط وسط الأزولا. وسط الأزولا بحال هكا، خوالي الماء ونحزم عليه الخنشة ويبقى وسطها بحال هكا، كيعطيها مفعول مزيان. أحسن طريقة لتسميد ديال الأزولا. المهم ديرو هاد الحواض اللي كيكون يشدو، صافي يشدو بداو يولدو، صافي كنديرو عليهم هادي كتعاونهم.